معنا اليوم. خلونا ننتقل إلى الخبر الثاني، تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات في جميع أنحاء المملكة حتى إشعار آخر. وفي تفاصيل الخبر، أعلنت وزارة التعليم في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره عن تعليق الدراسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من اليوم الاثنين، وأوضحت أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارا لاهتمام قيادتنا الرشيدة بأبنائها وحرصها على سلامتهم. كما ذكرت أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ووجه بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة. كمان شفنا طبعا تغريدة الوزير الصحة الدكتور توفيق الربيع، طمنا من خلالها بأن الوضع مطمئن أو مطمئن عفوا، ولم تظهر أي حالة من طبعا المنشآت التعليمية، ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا، ونرجع ونذكر أنه يجب على الجميع الوعي والالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحيحة عشان نحد ونقلل من انتشار فيروس كورونا. طبعا يمكن شفنا إيش الأشياء اللي كتبوها، أهم شيء إحنا ممكن نعمله نغسل يدينا، نحرص على الأماكن اللي نزورها، ما نكون في تجمعات كثيرة، لين إن شاء الله بإذن الله ما نتأكد إن شاء الله أنه خلاص إحنا قدرنا. وكمان يعني يا رندا لازم نسلط الضوء أنه على أهمية أنه الآن لما يكون ما في مدارس ووقفوا المدارس في جميع مدارس المملكة، مو معناته أنه الناس استغلوا الموضوع ويصير أنه إجازة ويطلعوا، هو الأساس أنه هو الناس ما يبغوا يتجمعوا أو يكون في تجمعات. صحيح. فالأفضل أننا نكون في بيوتنا وما نطلع إلا في الضرورة، ونبتعد عن التجمعات أكيد طبعا. يعني أنا أشوف أنه ما زالت دراسة قائمة راح تكون عن بعد، أو يعني على حسب كل مدرسة، وطبعا إذا معتمد التعليم عن بعد ولا لا، ولكن ما أعتقد أنه، أنا أتمنى بصراحة أنه الناس فعليا تحتاط جدا هذه الفترة وتهتم فعلا بما يتناقل مؤخرا من وزارة الصحة. جميل. انتقل الخبر الثالث. يلا. طيب.